اهلا يا مدام، اهلا. اي خدمه؟ لا الحقيقه الدكتور لسه ما جاش. اموري حضرتك. انت عارف طبعا ان انا بنت اللواء حافظ اللي جاب لك الوظيفة عند الدكتور راجي جوزي، والاهم من ده كله بقى ان انت خدمت مع بابا سنين طويلة وهو بيعزك جدا. والله يا عم نعمان، شوف بقى يا سيدي، انا عايزه اتكلم معاك في موضوع مهم. لا مش هينفع التليفون، لازم اقابلك شخصيا. حضرتك عايزة تقابليني أنا شخصيا؟ طب ما حضرتك يعني تقولي لي اللي أنت عايزاه في التليفون وأنا تحت أمرك. يا عم نعمان اسمع اللي انا بقولك عليه. انت طبعا معاك الكارنيه بتاع نادي الضباط، كويس قوي. بكره ان شاء الله الساعه 11 صباحا نتقابل انا وانت في جنينه النادي. عم نعمان الموضوع مهم خالص، ارجوك اوعى تجيب سيره للدكتور راجل ان انا كلمتك او ان انا هقابلك. بس بصراحة يا عم نعمان الموضوع ده يخص الدكتور راجي. مع السلامة. موضوع يهمني أنا وعاوز أتقابلك في النادي بكرة. تمام يا دكتور. ماشي يا نعمان، روح قابلها. الظاهر إن فترة الهدوء اللي مرت علينا كانت مؤقتة ورجعت نار الغيرة والشك تولع من جديد. روح قابلها وشوفها عاوزة ايه. امرك يا دكتور، بس يعني بعد اذن حضرتك ما تقولش يعني ان انا قلت لك حاجة. يعني وده برضو معقول اني هقول؟ في كام حالة برا؟ 7، 3 ستات و4 رجال. طب كويس، دخلهم لي يلا بالدور. عاوزك تحجز لي ميعاد مع الدكتور صلاح عثمان بكرة بعد العيادة. دكتور الامراض النفسية اللي فوق؟ بالظبط. ميعاد بكرة؟ بعد العيادة. حاضر يا دكتور، امرك. ماشي يا ست سلوى، الظاهر ان انت خلاص في برج من عقلك ضرب. وليد جنة، يلا حبايبي عشان النهارده انا اللي هوصلكم. يلا يا حبيب قلبي الفطار. يا صباح الجمال والحلاوه والشياكه والطعامه واللذاذه والحيويه والنشاط. مش كده برضو؟ انما النهارده في عيد ولا حاجه حبيبتي؟ يا راجي نكته على الصبح يعني؟ طب يبقى اديني فكره عشان اضحك. حاضر يا روحي، اوعدك. لا والله يا اسك بجد يا سلوى، قايمه بدري ولابسه ومتشيكه وهتوصلي الولاد بدالي المدرسه وعامله لي كيك وتوست وشاي سخن وجايبهم لي لغايه عندي في اوضه النوم. مفيش عيد ولا حاجه يا راجي، ده يا حبيبي حب. يا رب يا رب يا رب يا رب يديم الحب يا سلوى ويديم معاه العقل يا رب. عقل؟ برنامجك ايه النهارده يا روحي؟ دوي الكيكاتي. طب الاول ميرسي يا روحي. هاف يا حبيبي، هروح اوصل الولاد المدرسه زي ما قلت لك، وادخل بقى اتكلم شويه مع المدرسين اطمن على الولاد، وبعد كده اروح اعمل شوبينج. وبعد ما اخلص الشوبينج عازمه 2 صحباتي على الغدا في نادي الضباط، وبس بعد كده اجيب الولاد ونروح. اشمعنى روحي نادي الضباط يعني؟ اشمعنى ايه؟ عشان انا عضو هناك، وبعدين بابايا كان ظابط، انت ناسي ولا ايه؟ وهناك بقى الاسعار ارخص كتير جدا وانا اللي عازمه. هو كده يا سلوى، انا اصلا احب قوي زوجاتي المدبرات الموفرات. ايه يا راجل، نكته تاني برضو ولا ايه؟ لا 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 بجد جدا، يا ريت كنت فاضي كنت عزمتيني انا كمان يا روحي. يا ريت يا حبيبي، ده النادي ينور. لذيذ قوي قوي الكيك ده. بالهنا والشفا يا حبيبي. طبعا اذنك بقى عشان الحق اوصل لولاد. عايز حاجه؟ ميرسي يا روحي، مع السلامه. خلي بالك من نفسك يا سلوى. شاي وكيك في اوضه النوم طبعا، ما هي راح تعمل عمله. عم نعمان دكتور راجي بيديك كام في الشهر؟ بيديك مرتب كام في الشهر؟ الحمد لله يعني بيديني اللي بيكفيني. كام يعني؟ 300 جنيه. حلو قوي، وعليهم كمان 150 جنيه في الشهر. 150 جنيه؟ ليه؟ عايزة منك يا عم نعمان تقرير يومي عن اللي بيحصل في العيادة. تقرير؟ أيوة يا عم نعمان، تقرير. مين اللي جه؟
مين اللي ما جاش، مين اللي دخل، مين اللي خرج، مين اللي راح، مين اللي ما راحش. عيانين بجد ولا عاملين نفسهم عيانين؟ لازم ابقى مستعده لاي غزو، لازم ابقى مستعده لاي هجوم، لاي حرب تهدد حياتي. غزو ايه وهجوم ايه وخطر ايه يا ست هانم؟ احنا في حرب ولا في حرب؟ ايوه يا عم نعمان احنا في حرب. في ناس ما تحبش تشوف واحد عايش في سلام مع مراته، في ناس يحبوا يخربوا البيوت العمرانه، في ناس دايما تبص للي في ايدين غيرهم. يا عم نعمان ايوه حرب حرب. اعوذ بالله. انت عارف ان الدكتور راجي راجل طيب وعلى نياته، ما يعرفش الاذيه جايه له منين. تقرير كل يوم بسيط. والستات اياهم. ايه الستات اياهم يعني ايه؟ عم نعمان انت راجل برضو خبره في الحياه، راجل واعي. المدلعه، النحنوحه، المايصه، دول تطفشهم من العياده اول ما تشم ريحتهم. ما يدخلش العياده يا عم نعمان اقل من 60 سنه فما فوق. لو جت واحده بقى صغيره وعيانه بجد لازم يبقى معاها بقى ابوها، جوزها، اخوها، محرم يعني، او تطلع على قسيمه الجواز او البطاقه العائليه. مفهوم يا عم نعمان؟ يا ست هانم هي الحكايه دي تعبكي قوي للدرجه دي؟ قوي قوي يا عم نعمان. انا ما بنامش الليل من كتر خوفي على بيتي وحياتي وجوزي وولادي. لا ان شاء الله هتنامي وهتطمني وانا تحت امرك. وادي يا سيدي مرتب اول شهر. اتفضل. ايه الفلوس دي؟ دي حاجة زي ما تقول كده مرتب شهر، مقدم، حوافز، حاجة كده يعني. لا مش فاهم. المدام ادتني 150 جنيه دول النهاردة الصبح في النادي، وقالت لي هتديني زيهم كل شهر بشرط اكتب لها تقرير يومي عن العيادة والعيانين، وخاصة بقى الستات اللي بيجوا العيادة شكلهم ايه، لابسين ايه، سنهم قد ايه، جايين لوحدهم ولا لأ، عيانين ولا بيتدلعوا. يا سلام جاسوس يعني. ايوه يا دكتور الظاهر انا بقى قلبت عميل مزدوج. حلو. لا مش حلوه يا دكتور، مش حلوه ابدا، لانه واضح جدا ان المدام قلقانه وتعبانه. عارف يا نعمان، عارف انها تعبانه وقلقانه، بس هي اللي تعبه روحها بروحها. غيرتها الجنانيه اللي من غير اي سبب دي هي اللي تعباها. انا طبيب يا نعمان، طبيب وعندي عياده، والمرضى بتوعي من كل الاعمار والانواع، وش رجاله وش ستات وش بنات وش اطفال. هي بقى متخيله ان اي واحده تدخل لي هنا العياده حاجه من الاثنين، يا انا عاوز اعمل معاها علاقه وحكايه حب، يا اما هي حطاني في دماغها عاوزه تخطفني منها، وده غير حقيقي بالمره وعمره ما خطر ببالي. انا عارف ومتاكد من كده يا دكتور، بس برضه في مشكله. عارف ان في مشكله، بس كل مشكله وليها حل. المهم اعمل اللي طلبته منك بالظبط. ازاي يا دكتور؟ يعني مثلا اقول للستات العيانين اللي بيجوا العياده مع السلامه، ولا اتاكد بقى من سنهم وقسمه الجواز والبطاقه؟ لا طبعا يا نعمان، انما يعني بذكائك وخبرتك كده ما تدخلش واحده ست الا لما يكون معاها مثلا ابوها او اخوها او جوزها. المهم عندي انك ما تكتبش في التقرير اللي هتقدمه للمدام ان في اي ست دخلت العياده عمرها يقل عن 50 سنه. ريحها يا نعمان، ريحها، اعمل معروف عشان انا ارتاح. اما بقى ال 150 جنيه دول خدهم، دول حقك. ربنا يسهل يا دكتور. بقول لك ايه، هو ميعاد الدكتور صلاح عثمان امتى النهارده؟ النهارده الساعه 8 هيكون مستني حضرتك. طب كويس قوي، ما تاخدش بقى حالات كتير علشان عايز اقابله. حاضر يا دكتور، تحت امرك.